أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها المباشرة مع اليابان. يأتي ذلك القرار مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في اليابان، حيث قالت الشركة أنها ستوقف جميع رحلاتها المباشرة من وإلى اليابان اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 أبريل، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة وغير المباشرة بين المملكة المتحدة واليابان لا تزال مستمرة مع خطوط جوية أخرى. لمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور صادق الركابي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور الركابي على إكسترا نيوز. يعني هذا القرار بتعليق الرحلات مع اليابان يبدو أنه ليس مفاجئا، يعني كان هناك قرارات مشابهة لدول أخرى أيضا تجاه معظم دول العالم بوقف الرحلات. نعم، تحية لكم. هو بالفعل ليس مفاجئ، خاصة وأن معظم خطوط الطيران الآن في العالم تحاول أن تقلص من تكاليف تشغيل الخطوط لأنها لم تعد مجدية اقتصاديا، ومن ضمن هذه الشركات الخطوط البريطانية التي أيضا لاحظت تراجعا في المبيعات الشهرية، وبالتالي تجنبا لتحمل كلفة أكثر من تجني الأرباح المتوقع، وتجنبا لتعرض طواقمها لاصابات، لان تصاعد اعداد الاصابات في اليابان بالفعل جعلها في مرحله اعلان الطوارئ قريبا. هذا هو ما تسبب في ايقاف هذه الرحلات، ولو انه كما ذكرتم في الخبر الرحلات الغير مباشره عن طريق خطوط اخرى ما تزال مستمره ولكنها بمعدلات قليله. ايضا الخبر او النبأ الاهم طبعا بالنسبه للبريطانيين على الاقل هو الحاله الصحيه لبوريس جونسون، هل من تفاصيل اكثر تم الكشف عنها في بريطانيا فيما يتعلق بحالته الصحيه الان، خاصه انه قد تردد انه وزير الخارجيه دومينيك راب هو من سيتولى رئاسه الاجتماعات وما الى ذلك الى ان تتضح الرؤيه بالشان جونسون؟ نعم، هو هذا سؤال مقلق الآن في الشارع البريطاني، ولكن ما صدر من تقارير من الحكومة البريطانية يؤشر أن حالة السيد جونسون على الرغم من أن الحرارة كانت مستمرة لكنها مستقرة، ليست بالناحية الخطيرة، وقد أجرى اجتماعا صباح اليوم مع طاقمه عبر الإنترنت، وتم الإعلان أن وزير الخارجية هو الذي يتكلف بالأمور العاجلة والطارئة كإدارة الحكومة، لأن هذا حسب الدستور في بريطانيا أو حسب مقتضيات الحالات الطارئة يكون وزير الخارجية هو من يتولى هذا الأمر، وأيضا لطمأنة الشعب البريطاني أن هناك إدارة موجودة وقادر على تولي زمام الأمور في هذه الحالة الطارئة، وبالتالي حالة السيد جونسون باعتقادي مستقرة لأنه تواصل مع طاقمه الحكومي وفريقه، ولكن يريدون أن يكون هناك تعافي كامل للسيد جونسون قبل أن يبدأ بممارسة دوامه العادي والاختلاط مع طاقمه الحكومي. هل ظهرت أي معلومات بشأن موعد خروجه من المستشفى؟ عندما يتعرض الإنسان بحسب ما نراه من معطيات للفيروس يأخذ 14 يوما حتى يكون هناك تعافي كامل. في حالة السيد جونسون لم تكتمل 14 يوم، وأعتقد أنه قد يستغرق الأمر أسبوع حتى يتم التأكد تماما من خلوه من الفيروس أو شفائه، لكن لم تصدر أي تقارير طبية رسمية بهذا الأمر. لكن هو موجود بحسب الأنباء المتداولة على أو يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي. هذا لم نتأكد منه، لا نستطيع أن نقول، لأنه في مرحلة متطورة يكون هذا الأمر جاهز، قد يستخدم الجهاز في بعض الأوقات، ولكن هذا لم نتأكد منه، لم يصدر شيء رسمي بهذا الخصوص. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور صادق الركابي المحلل السياسي، كنت معنا من لندن.